مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم ما تقوله الصحف العربية اليوم وما جاء في المواقع الأخبارية. والبداية من موقع الموقع بوست، والذي يحاول معرفة أسباب الجمود الذي تشهدها الكثير من الجبهات. ويقول الموقع إن حالة من الجمود تسود جبهات القتال للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل عامين، باستثناء إعلان قوات الشرعية إحراز تقدم محدود في بعض الجبهات والتصدي لهجمات يشنها الحوثيون وقوات صالح على مواقع في جبهات أخرى، دون المبادرة في توسيع عملية الصد إلى هجوم معاكس. ويرى خبير في النزاعات المسلحة أن التفاهمات مسقط الأخيرة لربما دخلت بعض بنودها ذات الطابع الإنساني حيز التنفيذ. ويشير خبير النزاعات إلى أن من يمول ويدير معركة استعادة الشرعية يميل إلى هذا الحال في ظل الوضع الدفاعي الذي يتخذه الحوثيون وحليفهم صالح. رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث عبد السلام محمد قال إن ضغطا دوليا كبيرا يمارس على التحالف العربي والشرعية للقبول باتفاق سياسي مع الانقلابيين لا يستند للمرجعيات الثلاث والقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216 على حسب قوله. يعلق موقع يمن مونيتور حول أنشطة ميليشيا الحوثي في اليمن ويقول إنها تكرر تجربة المالكي بالعراق بدمج 18,000 مقاتل في الشرطة. وتقول التفاصيل إن وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء أعلنت دمج 18,000 مقاتل من الجماعة في الأجهزة الأمنية، بعد دمج قرابة 20,000 مقاتل في الجيش اليمني بعد اجتياحهم للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014. ويضيف موقع يمن مونيتور، تثير خطوة الحوثيين الأخيرة تكرار تجربة نور المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق بدمج الميليشيات ضمن القوات الحكومية العراقية، والتي أدت فيما بعد إلى حروب طائفية وتشتت مجتمعي عميق أنتج مظالم وجرائم حقوقية وسياسية. وقال اللواء الركن محمد بن عبد الله القوسي، الذي يقوم بمهام وزير الداخلية في حكومة الحوثيين المشكلة مؤخرا في صنعاء بالشراكة مع الرئيس السابق، إن فريقه بدأ في خطوات جادة وفاعلة في دمج اللجان بالأجهزة الأمنية، لاقت تجاوب الكثير من قيادات اللجان الشعبية. ولأن الحرب ما تزال مستمرة، فإن الجوع والموت والمرض مستمر، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بحسب الاشتراك نت عن تسجيل 10,184 حالة اشتباه بالكوليرا باليمن، منها 92 حالة وفاة. وقالت المنظمة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن عدد حالات الكوليرا المؤكدة مختبريا ارتفع إلى 156 حالة في 15 محافظة. وتوقعت المنظمة أن يصل عدد المصابين إلى 76,000 حالة، إضافة إلى 15 محافظة إذا لم تتوفر استجابة عاجلة. أزمة قمح، هذا ما عنون به الصحفي فاروق الكمالي مقاله، والذي قال فيه: لا توجد أزمة في القمح في اليمن، وليس هناك مخاوف من مجاعة لأنها موجودة فعلا بسبب الحرب والنزوح وتوقف الرواتب وتوقف الأعمال ومصادر الدخل. ولن تحدث مجاعة لأن التاجر فاهم أعلن التوقف عن استيراد القمح. ليس دقيقا بأن تجار اليمن يوقفون واردات القمح الجديدة، لأنه ليس خياراً أن يعلنوا عن إيقاف الواردات أو استئنافها. هذا يعود لظروف الحرب والاقتصاد والقطاع المصرفي. ولقد توقف البنك المركزي عن تغطية واردات البلاد من القمح والغذاء منذ مطلع العام الجاري، وقبل قرار نقل إدارة عملياته إلى عدن بأشهر، وتوقف عن تقديم الضمانات للمستوردين. وخلال العام الجاري تولى القطاع التجاري الخاص تغطية حوالي 95% من واردات اليمن من القمح والسلع الغذائية والوقود، قبل أن تتوقف واردات القمح والوقود منذ حوالي شهر نتيجة نقل نظام التحويلات المالية سويفت إلى عدن. لا تعاني اليمن أزمة قمح، بل أزمة رواتب. وحتى إن توفر القمح لا يستطيع الناس شراءه،
لأن 1,200,000 موظف يعيلون 7 ملايين إنسان رواتبهم متوقفة منذ 4 أشهر. وأما المجاعة فمنذ سنوات طويلة ونحن نقرأ بيانات المنظمات الدولية بهذا الخصوص، وأن اليمن مهددة بالمجاعة. وعندما ضربت المجاعة مديريات تهامة، عملت المنظمات المحلية والدولية على توظيفها لجمع التبرعات وجني الأموال والتقاط الصور. موقع المصدر أونلاين عنوان: عصابة تقتحم مكتب المالية في جامعة إب وتسرق أكثر من 210 ملايين ريال. مصدر أكاديمي قال بأن لصوصا اقتحموا مكتب المالية في الجامعة وسرقوا الخزينة التي تحوي الأموال المقدرة ب 210 ملايين ريال. وذكر المصدر أونلاين أن اللصوص اقتحموا المكتب وفتحوا الخزنة العملاقة مستخدمين مقصات ومواشير وحفارات كهربائية، بالإضافة إلى مولد كهربائي، كاتم للصوت وسيارة نقل. وأضاف أن جزءا من تلك المبالغ كانت من رسوم الطلاب في القسم الموازي بكليات الطب وطب الأسنان، وكان من المقرر أن تشتري بها رئاسة الجامعة أجهزة ومعامل لتلك الأقسام. تأتي هذه الحادثة بحسب المصدر بعد 3 أيام من زيارة لجنة مالية تتبع جماعة الحوثيين إلى الجامعة، وقامت بحصر جميع المبالغ في الخزينة، وخاطبت الجامعة بخطاب شديد اللهجة مفاده الإسراع بتوريد تلك المبالغ إلى البنك المركزي بصنعاء، ما لم فإنها تتحمل مسؤولية التقصير. موقع عدن الغد تابع أحد الموضوعات في عدن وعلق في صفحته الرئيسية: عدن تعاود تصدير منتجاتها إلى الخارج بعد توقف دام سنوات. ووفقا للموقع الأخباري، فقد عاودت مدينة عدن تصدير منتجاتها إلى العالم الخارجي عقب توقف دام سنوات. وقال مسؤولون في المؤسسة العامة للملح أنهم قاموا بتصدير كميات من الملح إلى الخارج، وبحسب المسؤولين فقد تم تصدير 550 طنا من الملح العدني إلى أسبانيا، وهذه أول شحنة للملح يتم تصديرها منذ سنوات. مجموعة من أهالي يافع قاموا بتجميع الأموال من أجل إنجاز مشروع طريق يهر المفلحي الموسطة الذي يمر في وادي ضيك. ووفقا للموقع عدن تايم، يعتبر المشروع من أهم المشاريع الحيوية والخدمية وطريقا مختصرا، ويستفيد منه جميع أبناء مديرية المفلح والعبوس. ويتابع الموقع: تم جمع المبالغ من قبل الأهالي وتجار رجال خير مغتربين وموظفين، كما التزم البعض بالعمل اليدوي وآخرون تنازلوا عن الأرض التي يمر بها مشروع شق الطريق، واختصارا للمسافة السابقة التي تمر بها الطريق عبر مديرية العبوس يهر. ودعا القائمون على المشروع كل الجهات والمنظمات ورجال المال والأعمال وأهل الخير إلى التعاون والتكاتف، لأن المشروع يحتاج لمزيد من المال لاستكماله بشكل كلي. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. من جديد مرحبا بكم، نبدأ جولة الصحف العربية من صحيفة العرب الجديد والتي عنونت: استئناف جهود الحل اليمني، كيري في الرياض لدفع التسوية. وفي التفاصيل، قالت الصحيفة: يصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى السعودية في زيارة تتناول الملف اليمني، فيما يبدو أن الوزير الذي يستعد لمغادرة منصبه يسعى إلى إحراز أي تقدم في جهود التسوية السياسية للصراع في البلاد. فيما استبقت واشنطن الزيارة بتسريبات عن قرار بتوقيف واردات أسلحة إلى السعودية. بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أكد أن زيارة كيري إلى الرياض ستستمر 2 يوم، الأحد والاثنين، وسيلتقي خلالها كبار المسؤولين السعوديين ومسؤولين أقليميين ودوليين آخرين، ليبحث معهم التطورات الإقليمية بما في ذلك اليمن، وسيعمل مع نظرائه على تسوية سياسية
لحل الصراع في البلاد. الرئيس هادي قال ووفقا لصحيفة القدس العربي أنه سلم الأمم المتحدة مقترحا لخارطة طريق لحل الأزمة في البلاد وأنه ينتظر الرد على ذلك. وأضاف هادي سلمنا المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خارطة طريق تستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخارجية ومخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن 2216 وسلمناها أيضا لكافة سفراء الدول الراعية 18 وما زلنا ننتظر الرد من قبل المبعوث الأممي حول ذلك. ولم يذكر هادي تاريخ تسليم المقترح للمبعوث الأممي غير أنهما اجتمعا في عدن يوم الخامس من الشهر الجاري. صحيفة الخليج الإماراتية قالت إن كتلا برلمانية في مجلس النواب اليمني مؤيدة للشرعية والرئيس هادي وصفت انعقاد البرلمان بالعاصمة صنعاء بالخطوة الباطلة والمخالفة للقانون ولائحته الداخلية للمجلس. وقالت ثمان كتل برلمانية في بيان لها إن قرار حل البرلمان أو انعقاده باطل ومخالف للدستور وللائحة المجلس الداخلية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. اليمن الفيدرالية طريق الخلاص. تحت هذا العنوان كتب فيصل علي مقاله الذي قال في جزء منه: أفرزت ثورة 11 من فبراير عام 2011 واقعا جديدا في ميزان القوى على امتداد الساحة اليمنية، وبدلا من لملمة الصفوف والدخول في مرحلة انتقالية توافقية للخروج بالبلد من المضيق الذي دخلته، تناست القوى السياسية واجباتها وتذكرت فقط المحاصصة الحزبية، فكان التوجه الجماعي لتلك القوى نحو الحوار الوطني الشامل، وكان من المفترض أن يمثل حلاً في حالة إذا ما انخرط المشاركون في حوار جاد تاركين أيديولوجياتهم خارج أروقة موفنبيك. لكن إشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر على تقاسم مقاعد مؤتمر الحوار صنع فرزاً أيديولوجياً واضحاً قبل الدخول في الحوار، وقد انعكس ذلك على سير جلسات المؤتمر. ولأجل تمرير مشروع الفيدرالية في مؤتمر الحوار حدثت تحالفات بين ممثلي مختلف الأطياف السياسية، وخرجت الرؤية بالاتفاق على 6 أقاليم، وهذا ما أغضب بعض أطراف اليسار، وهو ما دعاها إلى الاستبشار والتبشير بالقوة الصاعدة الحوثيين. ولذا تم تضليل الجماهير بأهمية هذه القوة القادمة من الكهوف وبأنها ستخلص عمران وصنعاء من القوى التقليدية، إلى أن سيطرت على الدولة وأنهت وسوسة المبشرين بها قبل غيرهم، وأظهرت سلوكها العدواني في احتلال المدن اليمنية المختلفة. أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فعنونت: شرطة أبين تعرضنا لمؤامرة من الإنقلابيين والإرهابيين. مدير أمن محافظة أبين العميد عبد الله الفضلي أكد أن المحافظة تعرضت لمؤامرة خبيثة من قبل قوى إنقلابية أو من قوى الإنقلاب والتنظيمات الإرهابية بهدف ضرب كل المنجزات التي تحققت وتتحقق من أجل النهوض بأبين وإعادة أمنها واستقرارها. وقال العميد الفضلي أن المرحلة القادمة ستكون أفضل في ظل الاهتمام والرعاية التي ستقدم لقوات الشرطة للقيام بمهامها لفرض الأمن وإعادة السكينة للمحافظة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية المختلفة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية من أجل إعادة تطبيع الأوضاع ومواصلة حربها ضد العناصر الإرهابية التي تحاول الوقوف أمام الإنجازات المحققة. ومن وسط الركام وأخبار الموت والهروب منه، من حلب تحديدا عنونت صحيفة الحياة اللندنية: تعثر إجلاء المدنيين من صقيع حلب والحصار، حيث انتظر عشرات الآلاف من المدنيين وسط برد قارس وظروف إنسانية مأساوية في شوارع شرق حلب المحاصرة في انتظار إجلائهم إلى غرب المدينة وسط مطالب دولية بالعمل على إنقاذ الأرواح غداة تعليقها جراء تمسك طهران بإخراج عناصر ميليشيات ومدنيين موالين من ريف إدلب قبل استئناف إجلاء المدنيين من الصقيع شرق حلب.
وفي وقت أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو اتصالات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين كبار في أنقرة وطهران ودمشق للاتفاق على خطوات عملية للوقف للنار في حلب. مراسل وكالة فرانس بريس قال إن السكان يعانون من إرهاق وتعب شديدين عدا الجوع والعطش، يقتات معظمهم على التمر ولا يجدون حتى مهيئاً أو مياهاً ملوثة للشرب، ونحو 40,000 مدني ما يزالون عالقين في حلب. بعض من الدمار الذي لحق ببلدة خان العسل الواقعة في ريف أو في الريف الغربي لمدينة حلب شمالية سوريا جراء هجمات قوات بشار الأسد مدعوما بروسيا، وثقته كاميرا وكالة الأناضول بصورة نستعرضها لكم الآن، نتابع. ذكريات الطفولة والماضي الجميل لخصها الكاتب المصري السيد خضري ببعض من كلماته في مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد تحت عنوان عائد إلي، وقال فيه: ماذا سيحدث لو أني عدت لذلك الطفل ذي الأعوام القليلة يعشق الكرتون والقصص القصيرة، يختفي مدة العد من 1 إلى 10 في إحدى حوار المدينة فيصبح مالكاً للاختفاء في لعبة الاستغماية، أو يجيد مسك الكرة في صياد وسمكة، يحاول ركوب العجل فيعانق الجدار مبتسماً، يداري خجله، يكرر المحاولة حتى يقود بلا يدين ثم واقفاً كما البهلوان أو كما تأخذنا الأقدار بلا يد لنا فيها. أعود إلى المدينة، شوارعها وحاراتها، أبحث عن حائط الأستغماية، أستند بظهري إلى عشرات السنين، شوارع الحارة الضيقة كانت منتهى عالمنا الصغير. جميلة هي كل ذكرياتنا، جميلة هي ألعابنا، وجميل أن نفهم الدرس مبكرا فنتجاوز بالوعي مشاعر الصدمة ونألف بالفهم تجاوز الصعاب. نتعاطى الحياة كلعبة لا ينسينا عداد السنوات قانونها، المرح ثم المرح ثم المرح، ولا يشغلنا عمق التفسيرات، فقط احتفظ بداخلك بذاك القلب الندي الصغير، اجعله ينبض فرحا. ماذا يحدث لو انسحبنا من الدنيا قليلا؟ لا ضجيج ولا التزامات، لا صراخ الحياة ولا أحزاب ولا سياسة ولا معارك صفرية، فقط سفر إلي وزيارة قصيرة معي وعشق لنفسي وبحث عني، أكافئني إذا أنجزت، أنتمي إلي، لا يقيدني شيء، أنا ترافقني، بلا ظل يطاردني، بلا هم يؤرقني، أنا ولعبتي وقلبي الصغير وظهري على جدار حارتي، عائد إلي. بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتور، إلى اللقاء.